لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. حتى الحسين أراه عندي آتي فهو الوفي وليس ينسى عبده. مشكلة الإنسان بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة؟ إحنا وين؟ الموت وين؟ تقول له موت، يقول بعدنا شباب. لا تقول هذا الكلام. امرأة شابة تطلع بالشارع بآخر المكياجات، يا أختي أكو وراك موت، تقول أنا وين؟ أنا عجوزة ما باقي لي شيء. ولكن خافوا من الموت البغتي، هذيك اللحظة اللي تجي. وإذا مات الإنسان، بحثنا الليل الماضي هذا كان، إذا مات الإنسان قامت قيامته في كل لحظة، ممكن كل شيء يصير. امرأة شابة كانت في كربلاء، كانوا جيراننا، قضية قديمة، صار أسبوع من زواجها، شابة ما بيها 20 سنة، احترقت منار الغاز، ما كانت تعرف. المهم اشتعلت، ماتت عروسه في اسبوع. الناس تاثروا، دفنت في داخل صحن الحسين عليه السلام. ما انسى هذا الموقف. خلوا على قبرها لوحه، كاتب على اللوحه ابيات: ايها السائل عني انني مثلك شاب، اقل من 20 سنة، عروسه، كنت في الدنيا سعيدا آمنا حلو الثياب. عموما العروس بالأسبوع الأول بالشهر الأول من عرسها تلبس أحلى الملابس طبيعي. كنت في الدنيا سعيدا آمنا حلو الثياب، فأتاني الموت بغتا. ها أنا تحت التراب. كل شيء. وهذا يصير إلي وإلك. ها لحظة تشوف انتهى الأمر، ما يسوى. إخواني، عود الإنسان يروح يخلوه بقبره هناك يتوسل: رب ارجعوني لعلي أعمل صالح. ولكن انتهى. بعد سلسلة من الشائعات عن وفاة الخطيب العراقي محمد باقر الفالي بعد صراع مع المرض، توفي اليوم الأحد رجل الدين عن عمر 66 عاما
وأفادت الصفحة الرسمية للفالي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نبأ وفاته، حيث أوضحت أنه تعرض لوعكة صحية شديدة أدخلته إلى العناية المشددة. وردت صفحة السيد محمد باقر الفالي: جزاكم الله خيرا لتعازيكم ومواساتكم لنا بمصابنا، سيكون موعد التشييع والدفن فور وصول الجثمان من طهران إلى العراق بعد انتهاء الإجراءات الرسمية، وسنبلغكم لاحقا بالموعد، إنا لله وإنا إليه راجعون. وكانت قد كتبت أيضا: بقلوب حزينة وعيون دامعة أنعي إليكم رحيل أحد أعمدة المنبر الحسيني المدافع عن مظلومية آل البيت عليهم السلام، ننعي إليكم رحيل صاحب القلب الطيب السيد الجليل سماحة الخطيب الحسيني السيد محمد باقر الفالي، إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد كانت كتبت بالأمس: تردنا الكثير من الرسائل للإطمئنان المحبين عن صحة سماحة السيد، وهنا نود أن نبين لكم بأن سماحة السيد يتعرض لوعكة صحية شديدة ألمت به وأدخل على أثرها العناية المشددة، نلتمس منكم الدعاء له وللمؤمنين جميعا بالشفاء بمحمد وآله الأطهار قبل أن تعلن رسميا عن وفاته. وفاة رجل الدين والخطيب العراقي المعروف محمد باقر الفالي. توفي رجل الدين الشيعي والخطيب العراقي المعروف محمد باقر الفالي فجر اليوم الأحد عن عمر ناهز 66 عاما بعد صراع طويل مع المرض. ونشرت صفحة الفالي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نبأ وفاته: بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة ألمت به وأدخل على أثرها العناية المشددة. الراحل هو محمد بن باقر بن أحمد بن عبد العزيز الموسوي الفالي، ولد في كربلاء وتحديدا محلة المقلع في العباسية عام 1957، ونشأ وترعرع فيها حيث درس الابتدائية المتوسطة والإعدادية. ينتسب إلى أسرة الفالي التي سميت بذلك نسبة إلى قرية فال إحدى محافظات إيران. والده أحد رجال الدين في مدينة كربلاء، انتقل إلى مدينة قم في إيران مع والده وأسرته بعد أن تعرض والده لضغوطات عديدة من الحكومات المتعاقبة في العراق، فسجن أكثر من مرة في عهد عبد السلام عارف وفي فترة حكم الحزب الشيوعي العراقي، ثم نفي إلى إيران في أوائل حكم صدام حسين، كما تم إسقاط جنسيته العراقية فعاش بقية عمره في إيران. وأكمل محمد باقر الفالي دراسته الثانوية في إيران، ثم دخل كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة طهران، حتى حصل على ليسانس في العلوم السياسية كما حصل على ليسانس في القضاء. ونشرت صفحة الفالي الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نبأ وفاته: بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة ألمت به. وأكد مقربون من الفالي وبعض أفراد عائلة رحيله عبر مواقع التواصل الاجتماعي: درس في حوزتي النجف الأشرف وقم وتتلمز على يد جملة من العلماء، منهم الشيخ الوحيد الخرساني والسيد صادق الشيرازي، كما أنه يحمل الشهادة الأكاديمية في العلوم السياسية والقضاء من جامعة طهران. هاجر إلى إيران واعتلى المنبر الحسيني في محافظات مختلفة، ومن ثم في مكة والمدينة وسوريا ولبنان ومسقط والكويت ولندن وغيرها. وكانت قد ظهرت شائعات وفاته قبل رحيله بيومين. ونشر الحساب الرسمي للخطيب الحسيني عبر منصة فيسبوك للتواصل الاجتماعي تحديثا عن الوضع الصحي للسيد الفالي، مؤكدا استمرار خضوعه للعلاج الطبي داخل المستشفى حتى الآن، نافيا في الوقت نفسه ما تردد عن وفاته. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت سابقا يوم الجمعة تسجيل فيديو عن وفاة الخطيب الحسيني السيد محمد باقر الفالي في أحد مشاهده
في مدينة كربلاء المقدسة بعد تدهور حالته الصحية. كما نفت عائلة الخطيب الحسيني مساء الجمعة الأنباء عن وفاة الفالي، وأكدت الصفحة الرسمية على فيسبوك للخطيب الفالي أن الأخير يخضع للعلاج نافية في الوقت نفسه أنباء وفاته. نرجو دعاءكم لسماحة السيد الفالي حاليا، فهو يخضع للعلاج ولا صحة لخبر وفاته، جزاكم الله خيرا. توفي الخطيب الحسيني فجر اليوم الأحد بعد صراع شديد مع المرض. وذكرت الصفحة الرسمية للسيد محمد الفالي في منشورها: بقلوب حزينة وعيون دامعة ننعي إليكم رحيل أحد أعمدة المنبر الحسيني، المدافع عن مظلومية آل البيت عليهم السلام، صاحب القلب الطيب، السيد الجليل سماحة الخطيب الحسيني السيد محمد باقر الفالي. ونفى السيد محمد باقر الفالي نفسه هذه الأخبار، وأكد أنه يتمتع بصحة جيدة ويواصل نشاطه الديني. وقال السيد محمد باقر الفالي في تصريح: أحبتي، أطمئنكم أنني بخير والحمد لله، لقد خرجت من المستشفى منذ أيام، وأنا الآن في المنزل وأمارس أنشطتي الدينية بشكل طبيعي. ما تم تداوله عن وفاتي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. وأضاف السيد محمد باقر الفالي: أشكركم على اهتمامكم ودعواتكم، وأسأل الله أن يحفظكم جميعا. كما نفت السيدة زينب الفالي زوجة السيد محمد باقر الفالي خبر وفاته، وقالت في بيان: الحمد لله، زوجي بصحة جيدة والحمد لله، وما تم تداوله عن وفاته مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. وتفاعل الكثيرون من العراقيين مع خبر وفاة السيد محمد باقر الفالي، وأعربوا عن حزنهم لوفاته، إلى أن السيد محمد باقر الفالي نفسه نفى هذا الخبر وأكد أنه يتمتع بصحة جيدة. كما خرج ابنه من قبل، والذي أكد أن والده ما زال على قيد الحياة وأنه في حالة صحية حرجة. وقال حسن الفالي أن والده ليس لديه قدرة على التحدث حتى الآن، وأنه ما زال في وحدة العناية المركزة. وعلى الرغم من حالته الصعبة، إلا أن هناك الأمل بالله ودعاء المؤمنين في تحسن حالته قبل أن يتم الإعلان عن وفاته رسميا. ينتمي الخطيب محمد باقر الفالي إلى المذهب الشيعي، وهو من أهم الخطباء في العراق، حيث أنه حقق شهرة كبيرة في مجال الدين، تدريس أصول الفقه والشريعة والدعوة للثبات على الموقف. ورغم أنه لم يبدأ منذ فترة طويلة في مجال مهنته، إلى أنه حقق شهرة كبيرة، وكان سبب في هداية العديد من الشباب والشابات، وينتظرون ندواته على أحر من الجمر. يحمل محمد باقر الفالي الجنسية الإيرانية، وهو من أصول عراقية ومتزوج ولديه أطفال، لكن لا يظهرهم لوسائل الإعلام، ويفضل أن تكون حياته الشخصية بعيدة عن الأضواء والشهرة. وظهر في العديد من اللقاءات التلفزيونية التي دعا فيها إلى التمسك بتعاليم الإسلام، خاصة المذهب الإسلامي الشيعي. وفي نهاية الفيديو نتمنى أن يكون نال إعجاب حضراتكم. شكرا لكم على حسن المتابعة، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.